السلام عليكم. ان شاء الله اليوم نحل اسئله مقابله واحد. اول سؤال قال لك المورفولوجيكال فايندينج في الجاينت سيل ارثرايتس، تمام، اللي هو حيكون تاع تمبرال جاينت سيل، هل تلقى ماركت انتمال ثيكنينج ديو تو ريسبوند اللي حيكون الفاكتوري شيء من الماكروفاجز، ميديا الجرانيولوما على خطر اللي حيكون الكولينج اوف ماكروفاج بالتي سيلز واللي جاي اصلا هي من الاندروسايت، focal destruction of the internal elastic lamina صح، فالإجابة دي. علاش focal destruction internal elastic lamina؟ لأن أصلا يجي في large conducting elastic artery فتلقى الإلاستين مضروب. طيب the most diagnostic histological finding associated with hypertension، شوف الهايبرتنشن دي ما يجيك وين؟ تلقاها زايد في الارتريولز، تمام، لما يكون عندك arteriole atherosclerosis تلقى عندك ناروينج في الارتريول، ونعرف احنا الارتريول ده most important blood vessel to maintain to regulate the blood pressure، فدي ما يكون في الارتريول وسكليروزس، فحتكون ارتريول وسكليروزس. الإجابة هي يبي. ثلاثة this is the most common cause of death in dissecting aneurysm، تمام، dissecting aneurysm شو ممكن تسبب؟ the most common cause ان يديرشين اللي هو rupture و hemorrhage into the peritoneum ولا بلورا ولا البريكارديوم، تمام، فشوف انا قلت انتر ابدومينال بريتونيوم الهيمورج، هذا الصح. بعدين أربعة migratory thrombophlebitis، هذه اللي تكلمنا عليها تراوزر سيندروم، لما يكون عندك تيومر يدير في ريليس البروكواجيلاتري فاكتور، فيعتبر يعتبر مساين اللي هو النيوبليجيا أكتر شيء اللي هو تيومر فورميشن. In rheumatic heart disease which the following statement is false، بالخطأ myocarditis is the most common cause of death، myocarditis صح is the most common cause of death، يعتبر type 2 صح. It may involve the brain or joint which اللي حيكون cause reversible، ده مش خطأ reversible لأنه يدير resolution، الإجابة سي خطأ. Erythema marginatum is the major criteria ليانا جونز، فالإجابة إجابة سي. Which the following is not a feature of subacute اللي بستريبتوكوكال فيردي، تمام، glomerulonephritis يدير في فوق اللي حيكون glomerulonephritis، spleen infarction يضرب في حتى في السليم بدات لنا ستريبتوكوكال، perforating aortic cusp لا، اللي يدير في perforating aortic cusp ويدير في ring abscess هذا كاي اللي هو الأكيوت، splinter hemorrhage صح. طيب لو جاي قال لك جانويز ليجن، حتى جانويز ليجن خطأ، تصير في الأكيوت أكثر من sub acute. وجود following is not feature of tetralogy of Fallot، نعرف أن tetralogy of Fallot اللي حتكون عبارة عن narrowing للpulmonary valve، بقى عندك اللي right ventricular hypertrophy معاها، عندك ويك في انتر فنتريكولار سيبتوم، والاوفر رايدنج الاورطه توورد الرايت، تمام، الاورطه يصير اوفر رايدنج توورد الرايت، فبولمونري ستينوز صح، ديفيجن الاورطه توورد ليفت خطا توورد الرايت، فنتريكولار سيبتوم ديفكت صح، بوت شابد اند اكس راي صح، فالاجابه بي. دي كومن سايت اوف مايوكارديال سهله، دي اللاد ليفت انتيريور ديسندنج اللي بيضرب ليفت انتيريور وول اوف ذا ليفت فنتريكل، فالاجابه الانتيريور وول اوف ذا فنتريكل. تسعة the following are features of the chronic myocardial infarction، cardiac aneurysm يديرك في left ventricular aneurysm، Dressler's قلنا يعتبر chronic لأنه عبارة عن autoimmune manifestation، elevated cardiac enzyme لا ما يقعدش مع الكرونيك، وchronic heart failure فالإجابة سي. عشرة the general complication of diphtheric laryngitis، diphtheria diphtheria مالي عن طريق الإكزوتوكسين متاعها، الإكزوتوكسين اللي هو بيدير لك سودا ممبرين، والسودو ممبرين هذا لما بيدير الستافنج اللي هو حيكون بيطيح بيمشي شني بيمشي في الاير واي، ممكن يدير لك ابستراكشن ومعاها يدير لك في لانج كولابس، ف هي ريزوربشن اتلاكتيسس، فالاجابه بي اللي بالاكزوتوكسين مش بالفيرولنس متاع او الاندوتوكسين، لا بالاكزوتوكسين. This is a true statement، الكوشمان سبايرال سين في الكرونيك برونكايتس اللي نلقاه في الازمه اللي عبارة عن نيكروتك ديبريز من الالفيلاي في الميوكس، رايد اندكس از ا فيتشر اوف برونكيال ازما خطا كرونيك برونكايتس، فهم قلبينهم هما، اليوكوترين سي 4 ودي 4 كوز البرونكوسبازم صح، ديكريس الميوسين سكريشن خطا يزيد الميوسين سكريشن، بان اساينر انفيزيما كوز باي الفا 1 انتي هايبر انتي تربسين ديفيشنسي صح، ف قلنا هذه خطا وقلنا هذه خطا دي خطا خلاص دي صح ونمشي نحن.
دي صح. This is a false statement. قال لك low oxygen supply to tissue is called asphyxia cyanosis. Coryza can be complicated with otitis media. الكوريزا اللي حيكون البيريتونسلر ابسس ممكن تمشي لك حتى للاوتيتس ميديا ترك فوق مع النيزوفارنجيال روت. Malignant tumor on the nose include squamous cell carcinoma of the skin أو lymphoma of جنبه. زو صح. Lung fibrosis can be caused by dust particles. قلناها دي حتى في الامتحانات اللي قبل عن طريق اللي هو السيليكوزس. Low oxygen supply is called asphyxia. لا خطأ. هو بالفولس ما هي فولس. ب. The following disorder caused wheezing of chest. دكتور حاج ديفوزنج chest اللي لازمه. Which the following matches correct. لنفيزيما هو reduction في surface area متاع الالفيولاي والبرونكاي. لا مالي هو يضرب لك في الالفيولاي بهي خلي على جنب. نيمونيا occupational disease with asbestos. لا الاسبستوس دي مديلك اللي هو occupational disease لكن يكون restrictive مش نيمونيا. Silicosis inflammation في الالفيولاي. لا asthma excessive secretion bronchial mucus هي اكتر واحدة صح. تمام الاجابة دي. The cause of organism of pneumonia ممكن يكون بكتيريا صح ممكن يكون فيروس زي ما تكلمنا على السيتوميجالو فانجس في النيموسيستيك all of the above. The following are obstructive lung disease except الأزمة انفيزيما برونكياكتزيس ساركويدوس لأنه يعتبر من الريستركتف تبع الانفيرمنتال نيموكونياسيس. تمام فنوضح. This is a false statement. Allergic rhinitis associated with the eosinophilic infiltrate. Allergic rhinitis تلقى فيها eosinophilic infiltrate صح لنا في الأخير allergicية. Mycoplasm cause community acquired typical pneumonia خطأ أي typical. Epiglottitis is a medical emergency لأنه ممكن يسبب لك airway obstruction. Emphysema usually accompanies the chronic bronchitis. قلنا دي ما يجي مع بعض يعتبر COPD فيجب به هي الخطأ. The following statement is false. A lung adenocarcinoma يعتبر the commonest type of non-small cell carcinoma صح. Common في الميل خطأ في الفيميل located periphery. Common في non-smoker periphery located فالإجابة ب. Which is not true regarding pneumocystic pneumonia. Occurs في normal people خطأ. Occurs في immunocompromised. Caused by pneumocystic carinii صح. Silver stain اللي هو شو كب صح. Gaim sustained detect the organism في sputum صح. الإجابة هي الخطأ. Gray hepatization هذا نلقى أكتر شيء في اللوبر نيومونيا. نعرف اللوبر نيومونيا يديلك في في بداية الجارد بعدين gray hepatization بعدين بتخش في resolution. Which the following statement is not true about silicosis. Silica caused by inhalation of inorganic minerals اللي حيكون in the stone تعتبر اللي حيكون صح. Can cause bronchogenic carcinoma malignant mesothelioma حتى هي صح. Result in reactivation of tuberculosis يخلي اللي ندير في immune defect في اللونج. Then nodule mainly affect the upper lobe صح. دقيقة بس هو it's not true about silicosis. احنا عندنا الكول السيليكا وعندنا الاسبستوس هذه 100% صح. Nodules mainly affect the upper lobe دي صح. Caused by inhalation of inorganic mineral of stone صح. Activation of TP صح. هنا برونكوجينيك كارسينوما مالجنت ميزوثيليوما ممكن انه يبيك يقصد لك بقى اكتر الاسبستوس لان يعني الاسبستوس اكتر لها علاقة بها وصح. برونكوجينيك يعتبر بري مالجنت حتى هو السيليكا لكن هي الاقرب للخطأ. Chronic obstructive pulmonary disease is associated with skeletal muscle dysfunction. لا ما دخلهاش اللي حيكون associated with the function بتاع ال respiratory muscles أو للأسف ال pulmonary tissue نفسه يعني smooth muscle في التشيو بتاع اللنج. Mean pulmonary artery pressure of 25. لا بالعكس تلقاه زايد هو 25 طبيعي. المين من 25 تقريبا ل 30 يعتبر طبيعي. با. الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 على الفورسد فايتال كاباسيتي يساوي 0.7 وقلنا هذه وركزت على قلت لك الفورسد اكسبيراتوري فوليوم
في الفيرست سكند نورمال يكون 4 لتر، على الفورسد فايتال كاباسيتي، فورسد فايتال كاباسيتي اللي هي 5 لتر، 4 على 5 نورمال 0.8. فلما تنقص لك الفورسد فورسد اكسبيراتوري فوليوم، تنقص مثلا تولي 3 على 5، تولي مثلا 0.7 او اقل، هذا يعتبر من المانيفستيشن بتاع السي او بي دي. ركز فيها. فالإجابة سي. قال لك a 60-year-old man developed a productive cough. به واحد عمره 60 سنة. أول حاجة لازم تعرف أن male 60 years جاته cough productive cough worsening over the past 2 months، يعني بدت أحرف في الشهرين اللي فاتوا، ومعها weight loss معناها فاكهشكسية. He is also noted that the appearance of blood streaked sputum، يعني في blood. A chest reveals اللي راح يكون 5 cm mass in the left lung. با شوفوا معي، من لما يقول لك left lung باي، هو من البداية عمره 60 يعني كبير، يعني عنده عرضة انه يدير كانسر باي، وفي نفس الوقت بدأ يكح وعنده كاشكسيا اللي هو weight loss، وفي نفس الوقت عنده اللي هو blood في السبيتوم اللي هو hemoptysis، وفي نفس الوقت في الليفت. في الليفت شو معناه؟ يقول لك معناه النيومونيا ما تجيش، النيومونيا او مثلا اي حاجه انهيلد ماتيريال ما تجيش. علاش؟ لانك حتكون في الرايت اكتر. انا فاللونج تيومر معاك نيومونيا تكون في الرايت اكتر، ساركويدوسز نفس الشيء يفوتها، كرونيك برونكايتس لا، الاجابه حتكون تيومر ان شاء الله. تمام. واغلبيتك تمام. شوفوا ابايوبسي فروم دي بيشنت شود، هل نلقوا نيتروفيل انفلتريتد كونجستد بلود فيسل؟ لا، دي كاي براحة. نون كازييتنج نيكروزس، هذه كاي ساركويدوس براحة. بوليمورفيك سيلز وذ هايبر كروماتيك نيوكلياي وسكانت نيوبلازم، صح. وميوكوس جلاند هايبر بليجيا وذ لوس اوف سيليتد، هذا الكرونيك برونكايتس لا. فالإجابة سي. This is a predisposing factor of this case. Smoking, streptococcus, immunological stuff. Smoking. علاش؟ لأن smoking يزيد في ريسك الكانسر. تمام. فالإجابة هتكون smoking. The OF can be treated by surgery. يما surgery يما chemotherapy. يما حاطين chemotherapy فتكون chemotherapy. A diabetic patient with شنو sclerotic. تمام. Capillary mesangial nodule. مزنجي النوديول، هذه من نوديولار جلوميرولونفرايتس اللي هي ديابيتك. تمام. هو اصلا كاتب لك ديابيتك من البدايه. ففوكال جلوميرولوسكلروزس، صح، مش الديفيوز، لا مش كروسنتريك وموش ممبرين بروفيت، فوكال. اول ار كوزز اوف سمول كيدني اكسبت هيلد انفاركشن. ايه، لان هيلد انفاركشن اريا هنا بيديلك اللي هو شني، بيديلك تلقاها اتروفي وبتكون اللي هو شني اقل من الثانيات، فتلقاها سمول كيدني. كرونيك ديفيوز جلوميرولونفرايتس، يعني اي كرونيك إلنس بدي لك سمول كيدني. ديابيتك ميليتس او ديابيتس ميليتس، هي مفروض ديابيتك جلوميرولونفرايتس اللي بديرها، مش ديابيتس ميليتس نفسها. يعني افتر ييرز لما المانيفستيشن بتاع الديابيتس بالكيدني هي اللي بديرها، فهذه على علامه استفهام. بيناين نيفروسكليروز، قلنا البيناين بدي لك في سيمتريكال اتروفي في الكيدني وبتنقص لك السايز. شوف الديابيتس هي الاقرب للخطا. علاش؟ لأن المفروض يقول لك ديابيتك جلوميرولونفرايتس هي اللي بعدين بدي لك الارتريولوسكليروزس اللي في الافرنت والايفرنت، بعدين بيدي لك اللي حيكون اتروفي في الكورتكس والميدلا، انترستيشال فايبروزس، اتروفي للتبيول، بعدين عندك اللي اتروفي الكورتكس والميدلا وغيره. فالاجابه تقريبا ديابيتس ان شاء الله. ديابيتس. 29 according to the acquired diverticulum. acquired diverticulum قلنا هذا اللي يعتبر مولتيبل، معودين السؤال يوجوالي مولتيبل مش سنجل، قلنا ميكوزا اونلي، قلنا بالنيك اوبستراكشن، قلنا هذا كله. تمام. كرونيك نون سبيسيفيك سيستايتس، قلنا نون سبيسيفيك اللي حيكون سيستايتس تلقى سمول كونتراكتد ثيك وول، صح. تلقى ملاكوبلاكيا، لا ملاكوبلاكيا يعتبر اللي حيكون انيوجوال انفلاميشن اللي تلقى فيها الفون هاوسمان سيلز اللي ما عبارة عن فومي ماكروفاجس وكنتين الانكلوجنز اللي نسمو فيهم ميكايلز. فبرونز نست تلقاها، طبعا تلقى برونز نست ستاتيستيكا وتلقى ميتابلاستيك سكويمس. فالإجابة بأوسي اللي دي. The following is not a congenital malformation. شنو هو مش congenital malformation؟ هايبوبليجيا اللي حيكون انه ما تقدرش تتصنع فتلقاها صغيرة.
هورس شو كدني لما شد اللي هو حيكون اللور لوب متاع الكدني بالفايبروز مع بعض، بيتروت كدني بيتروت كدني هذه الكونجشن متاعها بالفينس ابستراكشن، بوليسيستيك كدني فالإجابة بيتروت. وانا ما عادش نقدر نتحكم في الكلام لان شكله الشحن متاعها تم، خلي مشو مغار قلم لان يشحن شوي على الاقل. باي a 5 year old، بسم الله، a 5 year old child examined by a CT scan show mass في left kidney. تمام، هو 5 year old وعنده mass في الكدني، فتكون mainly tumor، وأما tumor بما أنه هو عمره 5 سنين فيكون embryonal tumor، حيكون Wilms أكتر شيء Wilms. سؤال 33، these are features of nephrotic syndrome. nephrotic نعرف أنه فيها بروتين يوريا أكتر من 3.5 جرام بير دي، هايبوألبونيميا نلقى أقل من 3 جرام بير 100 ml، وعندك إديمة نلقى فيها هايبرتنشن لأنه تبع النفريتك مش تبع النفروتك. باي تمام، الهامرتوما is least likely to occur in، تمام، لا مش الهامرتوما، في الهيماتيوريا، الهيماتيوريا least likely to occur، ديما least likely to occur معناها أكيد حاط لك نفرتك 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 وواحدة نفرتك. ترانزيشنال سيل كارسينوما نعرف أن أي اللي هو تيومر يدير لك اللي هو حيكون فيه بليدنج، وكان في الكدني يكون painless bleeding. شو معناها painless bleeding؟ painless bleeding معناها لما هو يطلع منه البول حشاك فيه الدم ما يحس بألم، لكن مرة تلقى عنده ألم في المعدة بجهة الماس. acute post streptococcal glomerulonephritis لها يعتبر نفرتك ويدير فيه هيماتيوريا. minimal change لا، لان نفرتك ما يديرش فيه هيماتيوريا. urinary lithiasis يدير، فالاجابه حتكون سي اللي هي minimal change. rise serum anti streptolysin او هذه واضحه عن طريق streptococci فيكون acute post streptococcal glomerulonephritis، فالاجابه دي. ترى نشوفه كان شحن شويه. تمام، فزي ما قلنا هذه بيتروت، هذه ويلمز، هذه هايبرتنشن، هذه مينيمال تشينج، وهذه بوست ستريبتوكوكل. تمام، نمشي اللي بعده. قال لك مورفولوجيكال تشينجز سين في الكرونيك بايرونيفرايتس. شنو نلقوا في البايرونيفرايتس؟ هل نلقوا انترستيشال كرونيك انفلاميشن؟ اكيد، وشرانكن جلوميرولاي، ونلقاه حتى سكارد بيري جلوميرال فايبروزس. نلقوا شو مثلا؟ نلقوا اللي حيكون اليومن فيه الكولويد لايك ماتيريال نسموه فيها ثايرويدايزيشن، ونلقوا اندرايتريتس وبلوترنس. فالإجابة دي all of the above. 37 this is not a feature of hydronephrosis. It is unilateral or bilateral. عادي ممكن تكون unilateral or bilateral depend اللي حيكون الحاجة اللي مسكرة. obstruction to the outflow صح. it's only acquired لا، ممكن تكون حتى اللي هو شيني genetical defect. dilation of pelvis and calyces صح. metabolic disease leading to excessive excretion of material form calculi include all of the following. شوف معناها شنو من الحاجات اللي ممكن اللي هو لما تدير في اكسسيف سكريشن اللي ممكن يدير لك الكالكولاي. هايبر باراثيرويدزم بيدير لك اللي هايبر كالسينوزس، يزيد في الكالسيوم والكالسيوم بيطلع فبيدير لك ستون صح. جاوت يوريك اسيد صح. نفروتك ما دخلهاش لانه بيزيد لك بروتين، البروتين ما لهش علاقه بالستون. فاميليال سيستينيوريا يدير لك لانه نعرف انه في سيستين ستون يعتبر صح ذا ليست كومن، ويعتبر سمود يلو تو جرين وفي الاسيد ميديا لكن يعتبر موجود. فنفروتك the organism implicated as the cause of acute bilirubinitis pseudomonas proteus e coli 3 ممكن يديروا عادي. all are true regarding renal cell carcinoma. تمام، renal cell carcinoma اللي rarely invade renal vein خطا، بالعكس احنا نعرف ان renal cell carcinoma انقسموا فيها لجريدز. عندك اللي هو ال1 أقل من 7 سنتيمتر في الكدني، 2 أكثر من 7 سنتيمتر في الكدني، 3 عندك A B C اللي هي حيكون الـ A نلقاه في تمشي للرينال بلفس، تمشي للرينال فين، وتمشي اللي حيكون اللي هو السراوندينج تيشيو، بعدين تمشي اللي هو حيكون للإنفيريور فينا كافا بلو الديافرام، بعدين عندك الإنفيريور فينا كافا أبوف الديافرام، والرابعة تمشي للجروتا فاشيا والأدرينال جلاند. فا إيه صح. شو مثلا اللي بعده؟ قالك ميلي في الأدلت رينال سيل كارسينوما، نلقاه أكتر شيء في الأدلت. كلير سيل إز ذا كومنست صح. بريزنت لحكون بينلس هيماتيوريا، زي ما قلت لك بينلس هيماتيوريا. ما أنا شنو الخطأ؟ كاتب ريرلي، وإيه ريرلي إنفيد رينال فين، قلت لك خطأ. تمام، في الإجابة 41 in adult type polycystic kidney disease الفيتشر all. تمام، نلقاه صح اللارج الهلبة، هيماتيوريا،
صح، ليفر سيستو قلنا معاه حتى اللي تلقى انيوريزم في السيركل اوف ويلز وتزوم ريسيسيف خطا دوميننت. با 42 this is a characteristic feature of renal calculi. شنو هي renal calculi؟ تلقى سيفير فلانك بين صح، اسوشيتد في هيماتوريا اكيد، ميلي تو هيدرونيفروز صح، اول اوف ذا ابوف، لان من الاخير وستون بيسكر لك الريورن اوت فلو بيدير لك هيدرونيفروز ومع الم، وتلقى اللي هو فيه الم شديد جدا اللي يعتبر موست سيفير بين بالذات اللي حيكون في المين، واكيد مع اللي هو حيكون بلط لانه يدير في دامج الابيثيليوم. كيس ثاني، a 7 year old child with hypoalbuminemia وإديمة، هذا وضع عنده نيفروتيك سيندروم ريكفر وذ ستيرويد. بما انه صغير وعنده نيفروتيك، شنو هذا موست كومن نيفروتيك سيندروم يصير في الصغار؟ واضح مينيمال تشينج، مينيمال تشينج ديزيز. ذا كي مورفولوجيكال افيسمنت اللي هو حيكون في الفوتو بروسس، تمام، فمش ديستركشن بيز الممبرين، فيجن فوتو بروسس، تمام. The following histological feature of lichen sclerosis it atrophicus، هذا تقريبا تبع المال وللأمانة احنا مش واخدينه فحنخط عليه، تمام، لأننا مش واخدينه فقصد مش حنقدر نحله حاليا. باي The following is true about the testicular torsion. Hemorrhagic testicular infarction يعتبر ليو hemorrhagic testicular infarction صح. Dilated spermatic vein due to impaired drainage، لا تلقى congested اللي هو حيكون التستس، spermatic vein تلقى constricted. Cirrhotic fluid collection tonic cadicanal hydrocele. Twisting of spermatic cord associated with block lymphatic، لا block في الفينس. الإجابة هنا. The following are the histological feature of seminoma، تمام، تو قلنا السيمينوما اللي حيكون fibrous septa divide nest of the tumor cells into lobules with lymphos، هذه lympho plasmocystic infiltrate تعتبر صح. Large round polygonal tumor with abundant clear قلناها fried egg appearance. Tumor cells are evenly spread without nuclear overlap، ما فيهاش nuclear overlap. Large area of hemorrhage and necrosis، لا قلت لك اللي هي benign ديما لما يكون فيها hemorrhage and necrosis نحى، فالإجابة دي. The following statement are correct. In prostatic carcinoma common اللي حيكون مور في الميل، اصلا البروستات هو في الميل. Latent cancer common زي ما قلنا bone metastasis osteoblast قلنا 25% في البريفرال، لا 70-80% في البريفرال. Which is true regarding lactotrophadenoma، يعني شنو في زيادة في البرودكشن في برولاكتين. Mostly common في البيتيتري ادينوما، قلنا البيتيتري ادينوما most common بيتيتري ادينوما تكون لاكتوتروفين البرولاكتين بعد الجروث هرمون بعد الادرينوكورتيكوتروفين. Associated with galacturia amenorrhea صح، caused by hyperprolactinemia خطأ، هي it causes hyperprolactinemia مش caused by hyperprolactinemia، سي خطأ. Usually presented as macroadenoma حتى هي خطأ، لأمانة microadenoma أكتر شيء بهي، لكن كيف caused by hyperprolactinemia؟ هي أصلا دير في hyperprolactinemia، كان انت عندك هايبر برولاكتينيميا يعني انت تاخذ برولاكتين من مصادر خارجيه، فمفروض عندك يكون ما يكونش عندك لاكتوتروفادينوم، يكون عندك اتروفي لان في نيجاتيف فيدباك. لمانا هذه خطا وهذه خطا، شوفوا شو مدايرين هنا، دايرين دي لان دي تعتبر حاجه متاع شيت، يا اما هنا صلحها في الامتحان يا اما في مشكله، لكن سي دي خطا ترى نشوف شو بالك في حل، لا ما فيش الا هذه بوك الخمس صفاح يا اما، غريب والله. با انا لما انا متحفظ على الصوص سي ودي نشوف فيهم غلط. All of the following are true about syndrome of inappropriate اللي حيكون السايد هذه increase اللي حيكون هاي amount of antidiuretic hormone، ممكن تكون على خطر اللي تروما، ممكن تكون على خطر اللي هو حيكون drug معين، تمام. فassociated with antidiuretic hormone deficiency، لا increase مش deficiency. Clinical manifestation of hyponatremia and cerebral edema، لأنه يدير لك اللي هو حيكون في increase amount of antidiuretic hormone فيشد المية هلوة في الجسم فيدير اللي شيني أول حاجة إديمة، وفي نفس الوقت يدير dilution للصوديوم فيدير لك hyponatremia. Caused by ectopic secretion antidiuretic hormone، ممكن تكون عادي ectopic، الectopic وقلنا هذه متعمني مثلا زي small cell lung carcinoma. Local injury قلنا ممكن تصير بالتروما، ف A B و C و D صح، associated antidiuretic hormone deficiency خطأ، بالعكس over secretion. The following are not true about the causes of thyrotoxicosis not associated with hyperthyroidism، يعني بوحدة خطأ، تمام،
ان تكون شني ثايروتوكسيكوزس مش اسوشيتد وذ هايبرثايرويدزم، يعني بوحده اسوشيتد وذ هايبرثايرويدزم. جرانيوليميتوس مش اسوشيتد، صب اكيوت حتى يصل نفسه جرانيوليميتوس. تروما اوفري لا، اللي ديفيوز توكسيك هايبربليجيا هي الوحيده الاسوشيتد وذ هايبرثايرويدزم. خرم داري نكي السؤال. The following are not true about the cause of thyrotoxicosis not associated. بعلاش؟ علاش تدير في نفي مرتين؟ يعني في الأخير يبيلك اليو ونحى هذا كله، النفي يمشي مع النفي. The following اليو حيكون شني about the thyrotoxicosis associated hyperthyroidism. Not true نحي not true را. فهيك يحسني. The following are true about the cause of thyrotoxicosis associated with hyperthyroidism. اللي diffuse toxic hyperplasia اللي الجريفس. تمام. Which of the following is true regarding the papillary carcinoma? خارة. The least common type. خطأ. The most common. Point mutation في ال BRF. تعتبر هذه الأمانة حتى هي صح ومعناش في الشيت الكلية فما تدورهاش هلبة. More common في ال elderly male. لا. More common اللي حيكون في ال middle aged woman من 30 إلى 50. Occur in patient with اللي حيكون من 2 لا مش البابيلاري كارسينوم. تمام. A patient with Cushing syndrome present with any of the following. يعني عنده Cushing، عنده سنتروبيتال اوبيسيتي، بافلو هامب، نزوز نفس بعض لان الفات نلقوه في السنتر بارت، جلوكوز انتولرنس لان يديلك اللي حيكون في هايبر جلايسيميا ويزيد اللي حيكون في جلوكوز انتولرنس مع الوقت. هايبر بيجمنتد سكين للامانه تكون صح لو كان عندك ادرينال كورتيكال ديفيشنسي، معش يقدر يصنع لك كورتيزون في الادرينال كورتيكوتروفين هرمون لما تخدم على ادرينال كورتكس تبدا تصنع لك في ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون لايك افكت فتمشي اليميني تمشي الميلانوسايت. هذه تعتبر سموت ريل فولس لان اكثر واحده خطا فيها. Which the following is not true regarding multiple endocrine neoplasia? من 1 من 1 زي ما نعرف أكثر حاجة نلقوا فيها، نلقوا فيها في الباراثايرويد، نلقوا فيها في البيتيتري أدينوما. تمام ركز فيها. All patients develop في الميدولار كارسينوما لا هذه من 2A من 2B فلا هذه خطأ. Genetic abnormality involved libroto oncogene. The patient develop parathyroid hyperplasia. Some patients have morphinoid habits. أكثر شيء في الباراثايرويد، فالبقيات حتى ما نعرفهمش أو مش مجدد في الشتة الكلية لأن أصلاً هذا منهج متغير علينا. فالإجابة سي. Which the following are not criteria for diagnosis. The fasting blood glucose أكثر من 126 صح. Blood blood glucose فوق 200 صح. الجليكوسيليتد هيموغلوبين فوق 6.5% صح. Oral glucose tolerance test فوق 140 خطأ فوق 200. تمام في الإجابة دي. وهيك نكون تمينا أسئلة مقابلة واحد للأمانة سهلة. موفقين والسلام عليكم ورحمة الله.